ينضم معنا في اللحظات هذين الدكتور كمال الحسيني مؤسس منظمة سيدة الأرض. دكتور كمال أهلا وسهلا بك. أولا صباح القدس، صباح التي القدس وفلسطين، وصباح غزة وهاشم التي نحزن ونبكي ونعيد الصياغة من جديد في مشروع حرية بإذن الله. صباح فلسطين، كل فلسطين، صباح الأحرار. يومك طيب وسعيد. وأول حاجة حاب نشكرك على الكوفية اللي قدمتها لنا اليوم في برنامج صباح الوسط، وهي من القدس طبعاً. شكرا، وهذه أعز وأفضل هدية وصلتني بصراحة. أنا زيدا حاب نشكرك على القلادة الهيدي، فريدة من نوعها، تحمل مفتاح العودة، مفتاح العودة. وإن شاء الله بالحق يكون تكون العودة قريبة جدا. نعم. اللي العالم الكل يستنى فيها، والناس الكل تتمنى وتدعي كل ليلة إنه فلسطين تتحرر وناسها وأهلها يرجعوا لبلادهم. هذا تمني، وهذا كمان مقاومة على أرض الواقع. الكوفية الفلسطينية أخي العزيز هي سطرت بدماء الشهداء، وهذه كوفية الأحرار، وهذه الكوفية الآن تشاهدها في كل العالم لكي تكون هي الدلالة. وأنا بقول بالفلسطيني هي فيها كرامة هذه الكوفية، لأنها بالفعل سطرت بدماء هؤلاء الشهداء الذين أطهر منا جميعا. فطوبى لكل شهيد ولكل أسير ولكل جريح فلسطيني، وهي فلسطين منبع الرجال، وهي فلسطين أصل الحكاية وأصل الرواية. مفتاح العودة سيدتي، ما زال هذا الفلسطيني ما زال يتمسك بهذه العودة، حق مقدس أن نعود إلى فلسطين إن شاء الله. كل فلسطين إن شاء الله، كلنا متمسكين بالعودة إن شاء الله قدرة ربي. دونك خلينا نبدأ أستاذ، لو تحكينا أكثر عن منظمة سيدة الأرض وعن مبادرة تأسيسها وعن فكرة التأسيس في حد ذاتها. أولا كل فكرة عظيمة هي كانت في البداية فكرة بسيطة، وبالعزيمة أصبحت عظيمة. فلذلك مؤسسة سيدة الأرض احنا بدأنا في العام 2008 من فكرة بدأت في داخل فلسطين 48، وهنا القصة. أنا أحب أن أحاول أن أذهب بالقصة إلى تعزيز الرواية الفلسطينية. 2008 كانت القصة من الناصرة ومن حيفا ومن عكا ومن يافا، من المثلث والنقب. هذه الجغرافيا هي 48 عندما احتلت فلسطين في عام 48 من قبل الكيان الصهيوني. النكبة ألمت في الشعب العربي عامة، وكان يوما فارقا في تاريخ الأمة العربية والإسلامية. نعم. سقطت فلسطين ولم نسقط، بقينا هناك متجذرين وأسقطنا الرواية من البداية. هم كان لديهم قرار تطهيرا عرقي في فلسطين، كل فلسطين. ففي النكبة بقى 120 ألف نسمة من أصل 940 ألف فلسطيني في داخل 48. داخل 48 كما قلت هو الجليل، الناصرة، وامتداد صفد وحيفا وعكا، الساحل، يافا والنقب والمثلثين. أنا أتكلم في هذه الجغرافيا 78% من أراضي فلسطين التاريخية التي سقطت في عام 48. الآن 120 ألف نسمة بقى قدرا هناك في الناصرة والجليل والمثلث ومدن الساحل. الآن هم 2,100,000 فلسطيني هناك، 2,100,000 شجر الزيتون متجذرين هناك في أصل الحكاية والرواية في الناصرة وغيرها، في الناصرة والجليل كما قلت، وحيفا وعكا ويافا البرتقالة. وهذه يافا، عندما نذكر يافا، يا سيدتي يا أخي العزيز، يافا قال فيها الشاعر العراقي الكبير الجوهري كلاما كبيرا وثقيلا وعميقا. يافا قبل 100 سنة كان فيها 17 مسرح، قبل 100 سنة كان فيها بما يعادل 40 صحيفة ومجلة. يافا البرتقالة الساحلية والساحرة. مرورا بذلك، أنا كنت أتنقل كثيرا وأنا عاشق طبعا لبلدي، وهذا الشيء طبيعي جدا. فقلت يجب أن نعطي صورة حضرية عن إخوتنا في الداخل الفلسطيني عام 48، ومن هنا بدأت سيدة الأرض على هذه الأرض، ما يستحق الحياة على هذه الأرض، سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. هذا الشاعر الذي عندما قلت شكرا لم أسمع شكرا يوما بين عزين، عندما غادر تونس وكتب القصيدة الشهيرة كيف نشفى من حب تونس. نعم. الذي يجري فينا مجرى النفس. نعم. شكرا تونس، لكن لم أسمع شكرا يوما بين عزيزين. فمن هنا بدأت في عام 2008 أنا ومجموعة شباب فلسطيني، استطعنا أن ننفذ فكرة عظيمة وطنية خالصة عظيمة، وأصبحت الآن هي. نعم. في كل العالم. 76 سنة من تاريخ النكبة، الاحتلال والنكبة. نعم. الذي قام بها الصهاينة على. نعم. فلسطين. جيل كبير ممكن منا نحن واكب. نعم. فترات النضال في فلسطين، ويعرف تفاصيل القضية الفلسطينية، الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية إلى ما نمر به
اليوم. خلينا نحكوا ونعرفوا بأن من أهداف المؤسسة أنها هي تقدم أو تزيد توضح الصورة لما يحدث في الداخل الفلسطيني وتعرف بفلسطين من الداخل. شنو الأهداف الرئيسية الثانية اللي تسعى لتحقيقها منظمة سيدة الأرض؟ أولاً الثقافة المقاومة، برافو عليك، وهي الذاكرة إذن الرواية، والحرب الحقيقية ما بيننا وبين هذا الاحتلال هي حرب رواية. نحن نملك الحق والحقيقة، وهو يملك التزييف وهو يملك الكذب، ولكن يملك ماكينة كبيرة جدا في كل العالم. لهذا من البداية بدأت الرواية الصهيونية تقول بأننا جئنا إلى أرض بلا شعب، ونحن هناك أصل الحكاية، ونحن هناك أصل الرواية منذ 7000 عام. نحن متجذرين من أب إلى ابن لجد إلى آخره بهذا الاتجاه. لوننا من لون الأرض، وكل ما يتعلق في هذا التراث الفلسطيني العميق التي يضرب في جذوره 7000 عام. فلذلك جئنا نحن بهذه الرواية الفلسطينية سيدة الأرض، القوة الناعمة التي استطاعت أن تعزز هذه الثقافة وتعزز الرواية الفلسطينية، تنشرها في كل ما يتعلق في من التراث الفلسطيني، التراث الهوية، والهوية هي أيضا تعطي دلالة واضحة على هذه الدولة والعراقة. وأيضا عبر كل هذه المبادرات استطعنا أن ننفذ 150 مبادرة من أجل سيدة الأرض في يوم الأرض. وأهم ذلك على سبيل المثال، قلنا لأنه دائما الحكاية أنه نحاول أن تكون فلسطين دائما في الذاكرة، وهذا الآن ما يجب أن يكون، لأنه طول ما كانت الذاكرة هي فلسطينية ستكون هي أيضا العلاقة إنسانية ما بين الذات والذات، وأيضا ستكون هي في حب العطاء. هي فلسطين تجمع كل التجاذبات، هي فلسطين تقتل كل المساحات والمسافات، هي فلسطين تعيد بنا نحن العرب أولا والأحرار إلى الحالة الإنسانية، والآن فلسطين تعيد صياغة الكون كله. ما يحصل في فلسطين أتصور الآن هو موجود في كل العالم، تأثيره على أرض الواقع. فلذلك نحن في مؤسسة سيد أرض استطعنا عبر 17 عام من العطاء، ونشتغل ليل ونهار من أجل إظهار القضية الفلسطينية وإعطاء صورة حضرية عن هذا الفلسطيني، وأيضا عن كل ما يتعلق بالإرث الفلسطيني، التراث الفلسطيني والهوية الفلسطينية، ونبحث عن كل مبدعي فلسطين في كل العالم. أخي العزيز، نحن عبر مبادراتنا ومبادرة التفاعل لإحصاء الشعب الفلسطيني في شتات، نحن الآن الأكثر أكاديميا على مستوى العالم، أكثر الأطباء في العالم هم الطبيب الفلسطيني للمعلومات، عظيم. لأنه نحن نحفر بالصخر إذا جاز التعبير لكي نكون نؤثر على حضورنا، وكل ما يتعلق بهذا الفلسطيني من ذاكرة هي البوصلة للقدس، وكل ما يتعلق بنفوسنا ونفوسنا هي من أجل القدس ومن أجل فلسطين. والآن نحن بدأنا في هذه الجذور في مؤسسة سيد الأرض. كان لدينا من أهم مبادراتنا قلت هو مبادرة التفاعل، لأنه هذا الفلسطيني موجود في كل دول العالم. بالمناسبة يعني على سبيل المثال في تشيلي إحنا 420,000 نسمة فلسطيني، وهناك نادي فلسطيني موجود في تشيلي، طبعا في أوروبا. وهذا الفلسطيني متقدم في الوظيفة، متقدم في العلم، متقدم في الثقافة. فدائما ترى هذا الفلسطيني في دول أوروبية ولا دول العالم أجمع تلاقيه في المقدمة أكاديميا وعلميا وثقافيا، رغم الوجع ورغم النكبة ورغم ظلم ذوي القربة، ولكن إحنا أصرينا إلا أن نكون في المقدمة. هذا الفلسطيني اللي دائما يعمل من المخسر مربح، ويعمل دائما من الليمون المرة عصير حلو المذاق. ما شاء الله، يعني كلامه مريح جدا. دكتور كمال، كنت ذكرت قبل بشوية رقم مهم، أنه منظمة سيدة الأرض قامت تقريبا ب 150 مبادرة طيلة 17 سنة. لو كنت تحكينا كيفاش كان تفاعل المنظمات العربية والدولية مع هالمبادرات، وشنية أكثر المبادرات اللي لاقت نجاح عالمي وكان عندها الصدى وكان عندها تأثير في قلوب الناس اللي قلوبها على غزة. استطعنا على غزة وعلى القدس وعلى كل فلسطين، استطعنا من ضمن المبادرات اللي كان فيها تفاعل كبير جدا، وهي البث الفضائي الموحد من أجل سيدة الأرض في يوم الأرض. يوم الأرض يعني لهذه الأرض الكثير من المحبة والكثير من الانتماء والوفاء. يوم الأرض يوم تاريخي في تاريخ القضية الفلسطينية، بحيث أنه قلب الطاولة على هذا المحتل تماما. وكان يوم الأرض بدأ في الجليل الأعلى في مثلث يوم الأرض، في 3 قرى فلسطينية في الجليل، سخنين وعرابي ودير حنة، وهناك بدأت 6 شهداء. يوم الأرض صار حالة احتفالية لهذا الفلسطيني، لأنه هو يوم عز وكبرياء. في يوم الأرض استطعنا ننفذ، طبعا في كل مناسبة يكون لدينا فعالية ويكون لدينا مبادرة، لكن في ذاك اليوم كانت مبادرة البث الفضائي الموحد من أجل سيدة الأرض في يوم الأرض، عندما اجتاح الوطن العربي ما يسمى بالربيع العربي، بدأت القضية الفلسطينية تكون هي رقم 10 و15 على في وسائل الإعلام. فجئت في هذه المبادرة نحن ومجموعة سيدة الأرض، وأدى
قدمنا البث الفضائي الواحد الموحد من اجل سيد الارض في يوم الارض، وكان لقائي في جامعه الدول العربيه انه نحن يعني الوضع سيء وفي هناك فقرات ضائعه، لكن احنا استطعنا ان يكون 28 فضائيه الساعه 8 مساء في توقيت القدس في بث موحد، وكنت انا في جوله في كل الوطن العربي، وكان يعني شيء رائع جدا. المؤتمر الصحفي كان في بيروت، وعندما رايت 28 فضائيه حقيقه شعرت بان هذه القضيه تستطيع ان تجمع المقسم وتعود من جديد كطائر الفنيق وتجمع كل الوطن العربي على قلب رجل واحد. وسوف تبقى اكيد القضيه الفلسطينيه حيه في داخلنا الى ان تتحرر الارض الفلسطينيه وكل شبر فيها، وحتبقى اكيد للاجيال القادمه. خلينا نحكي معك الدكتور يعني عن تفاعل المنظمات العربيه او الدوليه مع مبادراتكم ومع تظاهرات سيدة الأرض. يعني احنا استطعنا انه يعني في معظم الوطن العربي نحن لدينا صولات وجولات كثيره جدا. طبعا ساتكلم عن مبادره مهمه جدا الان نحن في صياغه العمل كله وفي برمجه العمل كله، نقدم مبادره سنصلي في القدس. سنصلي بالقدس، مبادرة هامة جدا، مبادرة الآن ستجول وتصول في كل الوطن العربي، مبادرة تحمل فيها الحفاظ على الذاكرة الوطنية الفلسطينية. فلذلك عبر هذه المبادرة أولا تخص ليبيا بالزي تخص واضح. طبعا وتخص وترى القصة هنا سنصلي في القدس عاجلا وليس آجلا، سنصلي في القدس قريبا بإذن الله تعالى جميعا. هذا ليس حلم وإنما هو حقيقة في صباح مساء وحتى يوم الأحد. سنصلي في القدس، سنصلي في القيامة، وسنصلي في الأقصى، سنصلي في القدس التي تجمع العالم كله هناك في القدس. هذه المبادرة نعم ستكون إن شاء الله، سأتوجه إلى ليبيا الأسبوع القادم إن شاء الله، وستكون هذه الذاكرة الوطنية الفلسطينية، هذه الأجندة، أجندة الذاكرة الوطنية الفلسطينية، الأجندة التي ستكون الآن على كل ما يتعلق في طلاب المدارس، ستكون في كل مكاتب الليبية. ولماذا طبعا هي إصدرناها في تونس الحبيبة، وطبعا بدأنا فيها في الذاكرة تشرح الخريطة في موضوع هذه خارطة فلسطين، الخارطة التي الأصلية، الخارطة التاريخية بكل مدنها وتفاصيلها. وهذه الخارطة التي الآن تراها هي في اللون الأخضر، كيف الاحتلال بدأ في عام 48 في سرق ونهب فلسطين، إلى الآن كيف أصبحت كلها خضراء، بمعنى هذا الاحتلال الغاشم استطاع أن يسقط الأرض ولكن لم يستطيع أن يسقط ذاكرة الطفل الفلسطيني واحد. إذن الحرب الحقيقية حرب الرواية. في هذه الأجندة ستشاهد كل ما يتعلق بتاريخ القضية الفلسطينية. هذا الليبي الحر سيبدأ ويشاهد يوم الأسير الفلسطيني، يوم الشهيد الفلسطيني، يوم النكبة، يوم النكسة، كل ما يتعلق في التواريخ الحقيقية سيشاهدها عبر هذه الأجندة. أتصور كلنا نحتاج استخدام الأجندة، فبدأت في هذه الصورة الرائعة التي ستكون في كل الوطن العربي وفي كل العالم بالإنجليزية وبالتركية وبكل اللغات، ستكون هذه حاضرة في مكاتب العالم، أجندة الذاكرة الوطنية الفلسطينية. أما ليبيا اسمحوا لي حول النقطة هذه بالذات، كنت ذكرت حضرتك أنه باش تكون ثم زيارة لوفد فلسطيني ليبيا، لو كان تحكينا أكثر كيفاش تم ترتيب هالزيارة هذه وشنية الأهداف الرئيسية من ليبيا، شنو تنتظروا من زيارة الوطن العربي من المحيط للخليج من الكويت إلى المغرب العربي عظيم، لكن لم أزور ليبيا إلى الآن أبدا. فليبيا طبعا دعوني نكون ونسمي الأمور، وكيف قلت أنه الإنسان هو كرامات، من أنت ومن أنا، نحن عابرون، ولكن إذا كنا بصمة سنبقى مخلدون إلى يوم الدين. وعلى رأس ذلك هذه الذاكرة المليئة من ليبيا، هذا الإلهام الذي منحه الله عز وجل هذا القدر، وهو شيخ المجاهدين عمر المختار، هذا الاسم الذي يبدو لي بأنه قصيدة ما زالت لم تكتب بعد. عمر المختار، هذا الشارع الكبير في غزة هاشم الذي الاحتلال يقصف فيه صباحا ومساء، اسمه عمر المختار. عمر المختار الذي هو أسس المقاومة العربية، أسس مقاومة الأحرار. عمر المختار الذي لم يغب، هي يعادل 90 عاما على إعدامه، بعد أيام قليلة نحن سنحتفي نعم بذكرى إعدامه. هو مات جسدا ولكن ما زالت روحه بتلف كل الأحرار، تعانق كل الأحرار وتعيد صياغة الحالة المقاومة من جديد. عمر المختار، نحن لن نستسلم، نحن ننتصر أو نموت، وما زال وسيكون هناك أجيال قادمة ستحارب هذا الاحتلال، وهذا ما حصل في الاحتلال الإيطالي وليس الانتداب البريطاني، وهذا الآن ما يحصل الآن لدينا. إذن هذا الإلهام الأول عمر المختار الذي سجل بصمة في المقاومة تستحق منا أن نقول لهذا الرجل
تحية أيها الرجل العظيم الذي دائما كان بوصلة. وأنا شخصيا أنا كنت في بداية الانتفاضة كنت أسير فلسطيني، أسرت وأنا عمري 14 عام، أمضيت 4 سنوات داخل الأسر، وكانت كلمات عمر المختار نعم. هي حاضرة في ذهني نعم. وبوصلة وطن لي. سؤال أخير وإجابة سريعة نعم. منك دكتور عن الرسائل الرئيسية اللي حيحملها الوفد الفلسطيني إلى ليبيا. أولا سنصلي بالقدس، ستكون هذه حاضرة نعم. سنصلي بالقدس بحيث أنه هذا الليبي، طبعا الدعوة هي من أخ وهو صديق عبر مؤتمر القوم العربي الدكتور عبد الهادي حويج وزير خارجية في بنغازي. طبعا نحن بمسافة واحدة من الجميع لأنه فلسطين تجمع الجميع والقدس هي بوصلة الجميع أكيد. عظيم، فلذلك ستكون وهو من أعطاني فكرة يعني في لقاءاتي أنا وياه في بيروت في مؤتمر القوم العربي عن ليبيا وعن الثقافة الوطنية في ليبيا وعن الأطفال وعن الصغار وعن الكبار كيف هم في عشق القدس وفي عشق فلسطين حتى النخاع. فرسائلنا هي أولا الوحدة دائما هي ستكون على لساننا على الجميع من أجل القدس. القدس ليست للمقدسيين وليست للفلسطينيين، القدس هي لك يا سيدتي وهي جزء التي جزأ منك يا أخي. فلذلك هكذا نريد أن نوجه الأنظار أكثر، عيوننا إليك ترحل كل يوم، فلذلك بهذا الاتجاه نحمل القدس نعم. معنا وستكون إن شاء الله زيارة تاريخية نعم. وأكيد نحن ندرك الكرم الليبي وندرك الأصالة الليبية وقلت الرمزية الأولى في الشهيد والبطل الكبير عمر نعم. المختار. أكيد نحن باش نكونوا في متابعة لزيارة الوفد الفلسطيني في ليبيا وباش نحاولوا أن نكونوا مرافقين لكم ونعرضوا تفاصيل هالزيارة هذه للمشاهدين سواء كانوا في تونس أو ليبيا باش نتابعوكم. بس أخيرا رسالة من غزة اختصار شديد نعم. لو رسالة من غزة قبل الدخول كيف الحال هناك، فأسأل أحد زملائي كيف الحال، قال لي حرفيا بأن الموت يمر من أمامي كثيرا ولم أموت وما زلنا أحياء ولكن كلنا لسنا بخير. شكرا جزيلا. إن شاء الله يا رب ترجع فلسطين في أقرب وقت وتكون هي وأهلها وكل بلاد العرب والمسلمين في خير.